كمان ده أهم بقى قرار، البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية حكم الفيديو وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب اللي هو مسؤول عن تطوير اللعبة، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت ممكن. عجبني القرار ده، هم عرفوا الأزمة في موضوع التحكيم وأيقنوا إن لازم يكون في فار في مصر، لازم. في دول تانية مش لازم لأن مستوى الحكام عندهم كويس، لكن إحنا عشان مستوى الحكام عندنا سيء فلازم يبقى عندنا فار في مصر. فكويس هم ابتدوا ياخدوا خطوة، اللي قبل كده ما كانوش بياخدوا خطوات، اللي قبل كده كانوا بيتكلموا بس، كانوا بيوعدوا بس، لكن ما نفذوش حاجة إطلاقا يعني. فكويس إن هم هياخدوا خطوة في موضوع الفار ده، وهنتابع القصة دي لحد إن شاء الله بإذن الله ما يتطبق الفار في مصر، لأن ده شيء مهم. والأهم كمان تدريب الحكام على كيفية استخدام الفار. عندنا حكمين ثلاثة اللي يعرفوا بس في الموضوع ده، أو اللي هم بيستخدموه وجربوه يعني، سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكمان في بطولة الأمم الأفريقية في مصر يعني.